برهان صديقي حبيبي، أحتاج إلى فتح حسابي على الفيسبوك من جهازك. لحظات فقط، لحظات. إنه أمر طارئ جدا يا برهان، أرجوك أرجوك. ما بالك يا رجل؟ لما كل هذه العجلة؟ سأعطيك إياه حالما أنتهي من أمر أفعله. لا 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 يا برهان أرجوك، لقد وعدت صديقا لي أن أتحدث معه أونلاين منذ ربع ساعة، أرجو أن لا يكون قد غادر. هيا يا برهان أرجوك أرجوك. أونلاين ها؟ حسنا حسنا. شكرا. اللعنة على خطوط الإنترنت كم باتت بطيئة، الصفحة لا تفتح إلا بشق النفس. لا بأس يا صديقي لا بأس، إنه برنامج البروكسي أستخدمه دائما عندما أستعمل الإنترنت كي لا يستطيع أحد قراصنة الإنترنت مراقبة معلوماتي ومتابعتها، ومن المعروف أنه يبطئ عمل التصفح قليلا. يا أخي هل معلوماتك معلومات البنتاغون الأمريكي؟ عن أي حماية وأي تاكسي تتحدث؟ أرجوك أوقف أوقف، أريد اللحاق بصديقي قبل أن يخرج. هيا برهان أرجوك. أولا اسمه بروكسي وليس تاكسي يا عارف. ثانيا هل حقا تستخدم حساباتك الشخصية دون أي حماية؟ يا أخي أنا لا أفقه بكل هذه الأمور، ما يهمني الآن هو أن تفتح هذه الصفحة لأتحدث مع صديقي. لقد دخلت إلى حسابي والحمد لله. لا يا عارف، بما أنك من مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير من المواقع، فيجب عليك أن تعرف كيف تحمي خصوصيتك، وأنت في حاجة لبرامج البروكسي وحماية الخصوصية الخاصة بك. فهو الإنترنت قد توقف من جديد. هات أتحفنا بما لديك. إن برامج التشفير أو برامج حماية الخصوصية البروكسي تقوم بحماية معلوماتك الشخصية وبياناتك الخاصة من المتابعة من قبل أي جهة خارجية، وضمان عدم تتبع حركتك على الإنترنت إلى حد كبير. ماذا؟ وهل هذا ممكن؟ أقصد هل هناك من يستطيع فعل ذلك حين أكون جالسا أمام جهازي؟ أيعقل هذا يا رجل؟ طبعا يا رجل، هناك الكثير من الجهات الأمنية أو مقدمي خدمات الإنترنت التي تعمل على تتبع تحركاتك أثناء عملك على الإنترنت بشكل كامل، وتتبع المواقع التي تزورها والملفات التي تحملها. هكذا إذن. أعرف ولكن كيف أستخدمها؟ قلت لي اسمها برامج تاكسي؟ يا أخي اسمها بروكسي، بروكسي. سأساعدك على تحميل تلك البرامج المشفرة وأعلمك كيفية عملها. وما هي تلك البرامج؟ أقصد أعطني مثالا عنها. حسنا يا عارف، أولا عليك أن تميز ما بين استخدام البروكسي العادي، الأمر الذي يحدث عندما تقوم بتغيير بعض الإعدادات في المتصفح نفسه، حيث تسمح لك هذه الطريقة بفتح الصفحات المحجوبة فقط، ولكنها لا تقوم بتشفير الاتصال والتأمين عليه. بينما عند استخدامك لبرامج البروكسي الاحترافية مثل تور، سايفون، هوتسبوت شيلد أو إكسبات شيلد وغيرها الكثير، تساعد في فتح الصفحات المحجوبة، كما تؤمن لك تشفير الاتصال وتضعك في حالة أمان خلال تصفحك. هذا رائع يا برهان. وهل هذه البرامج هي الوحيدة التي تقوم بهذه المهمة يا ترى؟ كلا يا عارف، هناك العديد من الطرق مثل استخدام أدوات الأمن ك SSH و VPN، ومنها ما هو مجاني أو مدفوع، وعليك استخدامها في جميع الأوقات، خاصة إذا كنت تتحدث أو تتبادل المعلومات في مواضيع حساسة. يا إلهي، ها قد خرج صديقي ولم أحدث، أرجو أن لا يكون قد غضب مني لتأخري. عارف، ما الذي فهمته؟ هل ستستخدم البروكسي من الآن وصاعدا أم لا؟ بالطبع يا صديقي بالطبع. تحيا التاكسي، تحيا التاكسي، تحيا برامج التاكسي.